كما تشوف مسيو الوالي كاع لي زانتيرفونات المؤسسات الوطنية. بداية يشرفنا يحترم على كل حال المحيط ويحترم. إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور تبين الوضع التي آلت إليه، ففي كل سنة تفقد الجزائر أكثر من 3000 قتيل جراء إرهاب طرقات، 50% منهم لا تتعدى أعمارهم 39 سنة. ضف إلى ذلك عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين الذين قد يفقد العديد منهم نعمة المشي أو حتى القيام بأدنى حركة، ناهيك عن الخسائر المادية التي بلغت 100 مليار سنويا حسب آخر دراسة قامت بها مصارحنا. لقد تم في هذا الإطار ولأول مرة توحيد شعار الحملة التي جاءت هذه السنة معا لصيف بدون حوادث مرور، وتسطير برنامج وقائي تحسيسي ثري ومتنوع يمس جميع فئات مستعملي الطريق سيما الفئات الأكثر تورطاً في الحوادث، كما سيتم تجنيد السلطات العمومية خاصة على المستوى المحلي لتنفيذ برنامج الحملة ومتابعة سيرها.